منذ ثورة 30 من يونيو وأصبحت أحلام المصريين في عنان السماء لبناء وطن جديد قادر على تغيير حياة المصريين نحو الأفضل. من هنا وضع الرئيس السيسي نصب عينيه بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. إنها الجمهورية الجديدة التي بدأ بناءها الرئيس السيسي ولا يزال يحمل على عاتقه بناء ذلك الحلم. الجمهورية الجديدة تستند على مبادئ أساسية تشتمل بناء الإنسان والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى حقوق الإنسان. في عام 2019 تبلورت بوادر نهج بناء الإنسان على خلفية إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً في القرى والمراكز الفقيرة في الريف، وكذلك سبقها المناطق العشوائية في المدن من خلال توفير السكن الكريم والارتقاء بمستوى كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً. المبادرة تلك تهدف كذلك إلى توفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية. وفي ملف التنمية الاقتصادية الاجتماعية تمثل هي الأخرى الشروط المسبقة والداعمة لتطوير التنمية السياسية، والتي تمثل أساس تثبيت واستقرار الدولة ومؤسساتها واستدامة اللحمة الاجتماعية. أما حقوق الإنسان فهي العنوان الأبرز في الجمهورية الجديدة، حيث تمثل بمفهومها الشامل أساساً لتلك الجمهورية ومنطلقاً لها، وذلك من حيث وضع المعايير والمحددات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والأبعاد الأخرى لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن هذا العقد يأخذ في طياته مقاربة شاملة للعمل متعدد الاتجاهات والدفع فيها بصورة لا تخل أي منها في إطار رؤية شاملة وضعت بشكل علمي مدروس متضمنة أهدافها المرحلية والاستراتيجية، وهي رؤية مصر 2030. وهكذا كان ولا يزال الهدف الاستراتيجي للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة.